السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي أعزائي طلاب الصف الثاني ابتدائي مدارس أشجار الزرقاء الأهلية، مرحبا بكم وأهلا وسهلا ومع درس جديد من دروس مادة الفقه والسلوك. ودرسنا اليوم عنوان الركوع والرفع منهم، الركوع والرفع منهم. وطبعا الركوع والرفع منهم هذا جزء وهذا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. طبعا لو مراجعة سريعة على ما درسناه من قبل، عندنا في الصلاة عندنا مثلا أول شيء أخذنا إنسان أراد أن يصلي، أول شيء خالص لا بد أن هناك شرط أساسي للصلاة وهو الوضوء. الوضوء يعتبر شرط من شروط الصلاة، والوضوء أخذنا فروض الوضوء. ونركز بسرعة فروض الوضوء كم يا شباب؟ فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء كم؟ ستة. أول شيء من يذكرني؟ من يذكر فروض الوضوء يا شباب؟ واحد، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. اثنان، غسل اليدين، غسل اليدين من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع مع المرفقين. الفرد الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الفرد الثاني غسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين. الفرد الثالث وهو مسح الرأس وليس غسل، مسح الرأس ومنه الأذنان. الفرد الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. الفرد الخامس من يذكر يا شباب؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء. ما معنى الترتيب؟ يعني يغسل المتوضئ بنفس طريقة الترتيب، أول شيء وجهه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فلا يقدم بعضها أي بعض هذه الفروض على بعض. والفرض الأخير والثالث هو الموالاة. الموالاة ما معنى الموالاة؟ أن ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لا بد أن يكون وراء بعض حتى لا يجف أي بعض. بعد ما أخذنا فروض الوضوء يا شباب نتذكر مع بعض، أخذنا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. وقلنا نواقض الوضوء ممكن تصير خمسة أشياء أو تصير نقسمها بتقسيمة سهلة ثلاثة. التقسيمة الأولى الخارج من السبيلين هما ثلاثة أشياء: البول، الغائط، الريح. البول، الغائط، الريح. وعندنا النوم العميق أو الكثير وأكل لحم الإبل. فروض الوضوء ممكن نقول خمسة، ممكن نقول خمسة. الخارج من السبيلين ثلاثة: البول، الغائط، الريح، ثم النوم، ثم أكل لحم الإبل. لو إذا انتقد وضوء أنا كمسلم بأحد هذه النواقض وجب علي إعادة الوضوء إذا أردت الصلاة. أخذنا بعد ذلك يا أبطال أهمية الصلاة، خلاص توضأنا الحمد لله رب العالمين، هنيجي نتوجه للصلاة. الصلاة كركن من أركان الإسلام لابد أن يعني المسلم أن يكون على درجة عالية من أهمية الصلاة. ما أهمية الصلاة يا شباب؟ الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الكام؟ الخمسة. أركان الإسلام خمسة. إيش الدليل؟ ها؟ من يقول يا شباب؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسين، بني الإسلام على خمسين. أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أين الصلاة؟ هذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي محددة بوقت. يبقى الصلاة ما أهمية الصلاة شباب؟ تعتبر هي الركن الرابع ولا الركن الثاني ولا الركن الثالث؟ تعتبر هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك يا شباب أخذنا أن الصلاة إذا أردت أن تصلي بعدما توضأت أول شيء للصلاة أستقبل القبلة. أول شيء يا شباب أستقبل القبلة، أقف وجهي للقبلة. وقبلة المسلمين يا ترى هي إيش؟
قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة. ولا بد إذا أردت أن تصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أول شيء أستقبل القبلة وهي الكعبة، ثم أرفع يدي هكذا، بطن اليدين نحو القبلة، وارتفاع اليدين حزب من كبين أو ارتفاع الأذنين، وأفرج بين أصابعي، لا كثرة ولا هكذا، لا أقول أبسطها ولا أفرجها بدرجة كبيرة، أرفع يدي وأكبر تكبيرة الإيه؟ وأكبر تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وأضع يدي اليمنى على يدي اليسرى على صدري، وأنظر، أين أنظر؟ موضع سجودي، أنظر موضع سجودي، هذا هو هي تكبيرة الإحرام، أكبر تكبيرة الإحرام وأقول الله أكبر. لماذا سميت تكبيرة الإحرام يا شباب؟ لأن ما بعدها أو ما قبلها تكبيرة الإحرام من كلام وأكل وغيره يصير حراما بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام. طيب بعد ما نكبر تكبيرة الإحرام ماذا نفعل؟ أنظر موضع سجودي، ثم أبدأ في أذكار الصلاة، أبدأ في أذكار، وأول ذكر بعد تكبيرة الإحرام هو دعاء الاستفتاح، هو دعاء الاستفتاح. ما هو دعاء الاستفتاح معايا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لا بد أن نكرر هذا الذكر حتى نحفظه. ثاني، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كسر التكرار الذكر بإذن الله تبارك وتعالى سيصبح سهلا ميسرا عليكم. آخر مرة من غير ما ننظر يا شباب، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. طيب بعد ذلك أبدأ في قراءة القرآن الكريم، ولكن قبل أن أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقرأ سورة سهلة جدا، اتفقنا إنها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ألا وهي سورة سورة الفاتحة، كل يحفظها، سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل الصلوات الخمسة، سواء الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة في المغرب، الركعة الرابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى انا كده يا شباب كبرت تكبيره الاحرام، ونظرت موضع السجود، وقرات دعاء الاستفتاح، تعوذت بالله من الشيطان الرجيم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قرات سوره الفاتحه، بعدها اقرا ما تيسر من القران الكريم، اقل شيء ايه او جزء من ايه، ايه صغيره، سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس، اهم شيء تقرا في اي شيء من القران الكريم بعد سوره الايه؟ بعد سوره الفاتحه. انت كده الحمد لله رب العالمين، كبرت، قرات الاذكار، قرات الفاتحه، قرات سوره من القران الكريم، ياتي للركوع والرفع منه. بعد ما تخلص قراءه سوره بعد الفاتحه ماذا نفعل يا شباب؟ ابدا الركوع، والركوع احد اركان الصلاه. ما معنى احد اركان الصلاه؟ يعني إذا تركته بطلت صلاتي، لا بد أن آتي به. كيف أركع يا شباب؟ وأنا بقرأ أبدأ على طول أكبر تكبيرة الركوع، كيف؟ وأنا لازم مكان سجودي، أبدأ أرفع يدي مثل تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وأركع. والركوع لا بد له من أشياء حتى يستوي الإنسان، وهكذا الله، نظر مكان الركوع سجودي، أبدأ الله أكبر، هكذا الله أكبر. لا بد أن يكون ظهري مستويا مثل هذا الزميل، نظرة شباب، هكذا ظهري مع رجلي تكون تعمل زاوية قائمة، وعندما أستوي للركوع هكذا، هناك ذكر للركوع لا بد أن أفعله وهو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كم مرة يا شباب؟ ثلاث مرات.
لابد ان يكون ظهري مستويا حال الركوع، لابد ان يكون ظهري مستويا حال الركوع. وانا واقع ماذا اقول؟ اقرا القران؟ اقرا سوره الفاتحه؟ لا، اقول سبحان ربي العظيم مثل من؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. طيب بعد ما تنتهي من الركوع، ها هبدا ارفع من الركوع. كيف ارفع من الركوع يا شباب؟ ابدا ارفع، وانا ارفع سمع الله لمن حمده، وارفع يدي، وارفع يدي مثل تكبيره الاحرام، سمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد. الذكر الخاص بالرفع من الركوع وانت ترفع، لا تقول هذا الذكر وانت في حال الركوع، ولا تسكت وتقوله بعد الركوع، لا، في مصاحب للرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد. ربنا، لاحظ زميلك، لاحظ زميلك كيف يديه ونظره، يرجع نظره موضع سجوده مرة أخرى. يبقى أنا عندي ذكرين اثنين، أثناء الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ودعاء الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أهم شيء يا أبطال الصلاة، 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 لا بد من الاطمئنان في الصلاة، لا تسرع، لا تجري، اطمئن في صلاتك، قل أذكارك، الله عز وجل يتقبل منا هذه الصلاة. اقلب معايا الصفحة شباب، نقرأ هذا السؤال. السؤال بيقول، ها يلا نترجم مع بعض مثل لغة تماما، ماذا يقول المسلم في الركوع؟ نقرأ أسرع، ماذا يقول المسلم في الركوع؟ ها ايش نقول؟ ها تفضل، ها تفضل، تفضل قول، تفضل، سبحان ربي العظيم. ممتاز، احسنت، بارك الله فيك، احسنت. كم مره؟ مره واحده ولا اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات، احسنت، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، احسنت. السؤال الثاني يا شباب نقراه مع بعض، ما الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع؟ بعد الرفع المفروض انا اقول في اثناء الرفع وبعد الرفع، لا اسكت تماما لبعد الرفع ثم اقوله. ها ما هذا الذكر يا شباب؟ مين يقول؟ ها تفضل، ها من يقول؟ سمع الله لمن حمده. نعم، ربنا ولك الحمد. احسنت، بارك الله فيك، نعم ممتاز، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وبهذا احباب الطلاب نكون قد انتهينا من الركوع والرفع من الركوع، ويتبقى لنا باقي اجزاء الصلاه من السجود ونحوه، وباذن الله تبارك وتعالى نكمله في الدرس القادم باذن الله. ولكم جزيل الشكر على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.